سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. جيت نتقاسم معكم اليوم اسهل واسرع عجينه مورقه اولا لا بات فيتي. هاد العجينه هادي كتوفر عليكم الجهد والوقت كذلك، وحتى المقادير ديالها يعني بسيطه، ونخليكم باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال النشا، 250 غرام ديال الزبده، كاس من الماء والقليل من الملح. كناخذوا النشا ديالنا اللي هي مايزينا وكنعملوها في اناء، كنضيفوا لها 250 غرام ديال المارغرين اولا الزبده ديال التوراق اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، وكنبداو نعملوا الزبده ديالنا. من بعد ما كنعملوها مزيان مع النشا كنعملوها الثلاجة 30 دقيقة، ومن بعد كناخدو الدقيق زائد الملح والماء. هذا كأس الماء راه كافي باش يجمع لينا الدقيق ديالنا. كنجمعوه بهذه الطريقة هذه باش ترجع عجينة لينة. كناخدو النشا كنعملوها في سطح العمل، وكنجيبو العجينة ديالنا ديال الدقيق كنطلقوها هكذا بالدلاك على شكل طولي، وإلا بانت لينا كتلصق شويه كتزيدوا لها شويه ديال النشا. من بعد كنخرجوا الزبده ديالنا اللي عملناها في الثلاجه هي والنشا باش تبرد، وكنطويو عليها العجين بحال هكذا، وكنخدموا بهذه الطريقه هذه، يعني كندمجوا مزيان هذيك الزبده مع العجينه. المره الثانيه كنقلبوا العجينه وكنعملوها على شكل مستطيل، المرة الثالثة كذلك يعني على شكل مستطيل، دائما كنعملوها مزيان كنسرحوها كيف ما كتشوفوا. وهنا كذلك كنعاودو نطلقوها دائما على شكل مستطيل باش الزبدة ديالنا كتدخل مزيان مع العجينة. هاد العجينة هادي ما كتحتاج اننا ندخلوها للثلاجه بزاف ديال المرات باش تبرد، وها هي النتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا، عجينه مورقه سهله التحضير وكتعطي نتائج جد جيده ملي كنستخدموها. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك بالنسبه للاخوات لاول مره يشوفوا القناه، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للاخوات الوفيات القناه ما تنساونيش بالتعليقات وباللايك ديالكم، وكنقول لكم الى فيديو قادم باذن الله.